أطيب تحياتي وأهلا وسهلا بكم. من يومين نزلت ستيتوس على الفيسبوك عم أقول ما تفعله في هذه اللحظة هو حصيلة كل القرارات التي اتخذتها في حياتك منذ لحظة ولادتك. طبعا هذه الجملة ليست لي، هذه جملة من كتاب تخيل البعد العاشر لروب براينتون أعتقد اسمه، كتاب قديم نوعا ما يعني قريته من زمان كتير، وبيحكي عن نظرية فلسفية عن وفيزيائية، ولكن هي فلسفة الفيزياء عم تحكي عن الأبعاد والأكوان المتوازية وهذه الأمور واحتمالات الزمن. موضوع كنت أنا بدي أشرح عنه بعدة فيديوهات، بدي أحكي عنه، نظرية جدا رائعة، فلسفة النظرية، ليست النظرية الفيزيائية، النظرية الفيزيائية شيء تاني، عم نحكي عن فلسفة النظرية الفيزيائية، فلسفة جدا رائعة. المهم يلي لفت نظري هو التعليقات المحبطة جدا اللي عم تقول نحن ما بنقدر نعمل شيء، انتهى كل القرارات، انتهت كل الأمور، ما عم نقدر ناخد شيء. طبعا الموضوع مو بهي البساطة، الموضوع نحن ما عم أقول أنا القرارات إنك أنت قررت إنك حاليا تنشئ شركة فرضا، لا مو هيك الموضوع، الموضوع عم نحكي بالقرارات منذ لحظة ولادتك، يعني حتى قرار لما كانت والدتك عم تعطيك الحليب إذا أنت قبلت الرضاعة الطبيعية ولا لا، هذا قرار عم تتخذه أنت من دون ما تعرف يعني، بس أنت في قرار، أنت ما أخذت الرضاعة الطبيعية، أخذت الرضاعة الاصطناعية. طيب في نوع حليب أنت اصطناعي حبيته، في نوع ما حبيته، في شيء عم تعمله أنت. ليس القرار بالضرورة أنه يكون أنك قعدت هلأ نحن مسكنا القلم وبدأت تقرر، لا، في قرارات تأخذها بشكل طبيعي، يعني مثل أنك أنت عم تمشي بالشارع وقررت بهي اللحظة أنك تبطئ من سرعتك شوي، ما بتعرف شو صار. فهي نظرية أو فلسفة البعد الخامس تحديدا، الأبعاد بحكي عنهم بعدين بالتفصيل، ولكن فلسفة البعد الخامس بتعني أنه أنت بما أنه أغلبنا بنعرف أنه البعد الرابع هو الزمن، البعد الخامس بفلسفه روب بيقول أنه هو عبارة عن تداخلات الأزمان. البعد السادس بقى بيصير الانتقال بالزمن، ولكن البعد الخامس هو تداخلات الزمن، يعني أنت حاليا أنا موجود بهذا المكان بالمكتب بهي اللحظة، ولكن في شخص تاني، في نور تاني حاليا عم يمشي بالشارع، في نور ثالث عم يعمل، في عدد لا نهائي من النور كل واحد عم يعمل، وفي كل لحظة أنا عم حرك هاي الإيد بهاي الطريقة، هاي حركة الإيد مسجلة موجودة ضمن خط الزمن. هيك النظرية الفلسفية. هلأ ما حدا يدخل لي بالدين لأنه ما هذا الموضوع بالنهاية، نحن عم نحكي شيء فلسفي كيف النظرية محطوطة. المهم يلي بيهمني من كل هذا الكلام هو برجع بقول لكم كمية الإحباط الموجودة. أنتم بتعتقدوا أنه مو طالع بإيدنا شيء، لا بالعكس طالع بإيدنا كتير شيء، يعني حتى يعني أول شيء ما تاخذوا الأمور بشكل كتير كبير، يعني أنا أحياناً بكون عم أحكي مع أشخاص بيقول لي وبقول له مثلاً أنه اعمل موقع إنترنت تقدر تبيع عليه شوب مثلاً، بيقول لي شو مفكرني أمازون؟ هي المشكلة، أو اعمل موقع إنترنت مثل الفيسبوك لأنه ما بقدر أعمل مثل، هي المشكلة، مشكلة الناس دائماً. أنه حكيت أنا بأكثر من فيديو أنه أنا جبت بيانو ليش ما عم صير بيتهوفن؟ طيب قبل ما تصير بيتهوفن صير انت طفل عمره 5 سنوات عم يعزف اول نوتة، يعني خد الخطوة الاولى. مارك زوكربيرج بيقول باحدى المحاضرات بجامعة نسيت بأي جامعة، بيقول انه لا تولد الفكرة جاهزة، الاولاد الافكار لا تولد جاهزة، يعني دائما الفكرة، يعني حاليا انا عم اشتغل على مشروع معين، حاليا لما بشوف هذا البروجكت، لما بشوف هذا المشروع اللي عم اشتغله، مشروع جدا ضخم، حكيت عنه كمان بعد فيديوهات انه عم اشتغل عليه اكثر من شهرين، وحاليا صرنا 3 اشهر عم نشتغل. ببداية المشروع ما كنت بعرف ابدا شو السطر البرمجي الاول اللي بدي اكتبه، ما بعرف شكل الزر. حاليا في عنا اكثر من 6000 سطر برمجي، تداخل الاسطر. طبعا ما عم بحكي عن موضوع هلا البرمجة، عم بحكي فقط انه كيف بتتطور الافكار، كيف بيتطور الموضوع، بتبدأ من مكان وبتوصل لمكان بتستغرب انه انا حاليا عملت هيك،
وكذلك المشاريع. يعني مثلا اذا عم نحكي عن 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 قناتي، انه انا لما بلشت عم احط فيديو، عم يشاهد الفيديو 10 اشخاص، حاليا مثلا في 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 عدد اكبر عم يصير. الافكار لا تولد جاهزه، وانت لما بتقول انه مو طالع بايدنا شيء، المشكله دائما هي انه الاشخاص بيفكروا دائما انه انا بدي ابدا من النهايه. لا حدا يبدا من النهايه، لا تبدا من النهايه، ابدا من البدايه. يعني لما تقول مو طالع بايدي شيء، اعمل الشيء اللي طالع بايدك. من المستحيل انه يكون ابدا مو طالع بايدك شيء، من المستحيل انه يكون ابدا ما عندك قرار. لو ما عندك قرار، لو مو قادر انك تتخذ اي قرار، اذا انت ما عندك حياة. تمام؟ بكل لحظة في قرارات. القرارات ليس بالضرورة ان تكون كبيرة، ستكبر هذه القرارات، يعني بتصير كبيرة شوي شوي، ولكن مو بالضرورة من البداية هذه القرارات تكون كبيرة. فيها تكون صغيرة، تتخذ قرار بسيط انك انت بدل ما في الساعة 8 رح في الساعة 7 بس بكل بساطة، وبعد شهر هيك الموضوع بارتفاع شوي شوي. بعد شهر رح تلاقي انه جسمك تعود على انه في الساعة 7، بدل ما اشرب انا 4 فناجين قهوة باليوم رح اشرب فقط 2. بعد فترة رح بتلاقي هذا التغيير صار، وبعد فترة رح تلاقي انه هاي الساعة يلي هي الساعة 8 عم في صرت في الساعة 7، هاي الساعة اللي عم تفيها انت شو بدي اعمل فيها؟ هل بدي صمم موقع؟ لا، ما بدي صمم موقع. طبعا عم بعطي فقط مثال على موضوع تصميم موقع، ما بدي صمم موقع، بدي فقط صمم ترويسة الموقع، مو اكتر من هيك. هذا الشهر كله انا فقط بدي صمم ترويسة الموقع. بعد سنة، شوفوا عم نحكي عن المدى الطويل، بعد سنة رح بتلاقي نفسك انك انت عامل موقع ومتجر الكتروني وعامل الحياة كلها. فبرجع بقلكم الموضوع، امشي في اي شيء امشي فيه خطوة، شيء بسيط جدا، امشي بشكل بسيط جدا. لا تكون متسرع، لا تنظر للناس يلي مثل شو كان اسمه CEO تبع جوجل الهندي، سندار بيشي يمكن، مهم، لا تنظر لهذا الشخص. هذا الشخص هندي طالع من بيئة جدا فقيرة، شخص جدا فقير بشكل لا يوصف، عائلته جدا فقيرة، ودخل جامعة بسبب ذكاءه، ودخل جامعة وتخرج، وحاليا CEO لجوجل. بس انت عم تشوفه حاليا بعد 20 سنة من التطور. يعني هو ما دخل مباشرة. او اذا عم تحكي انت عن إيلون موسك مثلا، عن هاي الاشخاص، لا تنظر لهاي الاشخاص. هاي الاشخاص هنا طفرات بالتاريخ. اغلبكم ما بيامن، او مو ما بيعتقد بنظريه التطور، موضوع الطفره. هؤلاء الاشخاص هن طفرات في التاريخ. يعني انت اذا بتحسب عدد الاشخاص يلي عملوا هذه الامور المتفوقه، جوجل مثلا او ستيف جوبز، هذول الاشخاص اللي عملوا هاي رح تلاقي الرقم هو 1 بالمليون، وممكن اقل حتى. يعني رقم كتير نادر انه شخص يكون في طفرة بالتاريخ مثل بيل جيتس مثلا، او مثل نيوتن، او هاي الاشخاص. لا تنظر لهاي الاشخاص، انت خود على موضوع اصغر. يعني انت بدل ما تنظر ليوديمي، انه انا بدي اعمل يوديمي، اطلع على موقع اصغر. هاي دائما الفكرة اللي بقولها، لا تشوفوا الامور الكبيرة. وانا ما رح اوصل لهذا المكان، طبعا ما رح توصل، من المستحيل انك توصل بالمنظور القريب، ولكن لما بتبدأ بشكل كتير صغير رح بتلاقي انك عم تتطور شوي شوي. هي هي الفكرة. فلما عم بتقول انت مو طالع بايدنا شيء، 2020 عم تحبطنا، كيف يعني 2020 عم تحبطنا؟ يعني انت هلا اذا يعني هو في شخص اسمه 2020 او انسانة اسمه 2020 اجت وقالت لك عود، ما في حدا. هذا مجرد رقم تخيلي. أكتر فكرة بتبين لك أنه هذا الرقم يلي هو 2020 مثلا، تخيلي أنه بلحظة رأس السنة أنت بتكون عندك 2020، بأمريكا 2021، أو مثلا إذا أمريكا قبلك بسبع ساعات عفوا، أمريكا لساته بال2020، أنت صرت بال2021. فهمتوا الفكرة؟ بسبب طبعا فروق الساعة. فهو رقم، هو مجرد رقم تم وضعه لحتى الناس تتوافق عليه. حاليا الساعة عندي 11، هي عندك الساعة ممكن 12، عند شخص تاني عندك الساعة. هاي أرقام بس وضعت لحتى الناس تتوافق عليها، لحتى أنا لما بقلك بشوفك الساعة 12 تعرف أنت أنا أمتى بشوفك الساعة 12. ولكن هي ليس لها وجود، الزمن ليس له وجود، والمكان أيضا ليس له وجود. أفكار فلسفية، مفاهيم، كلها هي.
لذلك انت لما تقول انه انا 2020 عم يعني هل بتتوقع انه 2021 افضل لو توقع 2022 افضل؟ شو يعني افضل؟ يعني هل انت مثلا من 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 بدايه 1 يناير فرضا انه انا رح ابدا، طب اعتبر انه بكره هو 1 يناير، هلا بعد شوي 1 يناير وابدا. يعني دائما انا بقول عن نظريه فلسفيه، طولت عليكم بس معلش شوي، دائما بحكي عن نظريه فلسفيه بقول انه الحرب العالميه بدات ب 1939. طيب ليش ما هتلر استنى لل 40 فرضا؟ انه رقم احلى. فهمتوا علي شو الفكرة؟ انه ليش شو بدي اقول، يعني ارقام دائما بتكون اللي اقل مو خاطر ببالي شيء، اللي بيكون مثلا انه 1942 فرضا، انه طب ليش ما عملها بال40 او بال45؟ رقم احلى. في امور لا تنتظر، يعني في شغلات لازم تنعمل، ما بتقدر تستنى للشهر القادم، لازم هلا تنعمل بهي اللحظة. لا تقول رح ابلش ريجيم من بكره، قوم هلا وبلش. مثلا عن موضوع الريجيم، الدايت، شو بنقول له، النحافة، اذا نحن عم نبدا، لا تبدا انه انا من بكره لن اكل الا الخس، ما هيك بتصير الامور. قول انا من بكره بدل ما اكل 4 قطع شوكولا رح اكل قطعة واحدة. لا، انت بعدك عم تاكل ولكن انت خففت الكمية شوي شوي، رح بتلاقي جسمك. حاليا انا بشرب القهوة من دون سكر، بشرب الشاي من دون سكر. انا من قبل كنت حط سكر كتير، ولكن عودت جسمي انه انا من دون سكر، خلص انا ما بحب السكر. وحاليا ابني يلي صار عمره 2، اذا انا بعطيه شوكولا بيرفضها، اذا انا بعطيه بندورة الطماط بيقبلها. يعني هو مجرد تعويض، كيف انت بتعود هذا الجسم الانساني هيك يعني، ما عم بحكي فقط عن الجسم، العقل كله هيك تعويض، مجرد عادات. فانا عودت نفسي مثلا انه انا ما بحب السكر، خلص اخذ. ولكن الموضوع مو من بكره انا تعودت، يعني في ناس بتدخن، انه انا مو بكره رح اوقف التدخين. يعني انت بدل ما تدخن باكيت تدخن مثلا 10 سجاير، بعد سنه رح بتلاقي حالك انه خلص الطعمه ما عاد مزبوطه. انا كنت دخن كمان من زمان ووقفت. فبرجع بقول لكم الموضوع هو كلياته اعتياد، الموضوع كلياته شوي شوي. لا تنظر دائما للامور البعيده جدا. مشكله تبعات التنمية البشرية دائما بيقول لك أين ترى نفسك بعد 5 سنوات، ولا لا شو بيحكوا هاي الكلمة تبع أنه أوضع أهدافك. لا توضع أهداف، المشكلة دائما بالأهداف. يعني أنت حط هدف ولكن خليه ضبابي، خليه غير واضح. الناس اللي بتوضع هدف هاي ناس عندها قدرة عالية على التخيل، وليس كل إنسان هيك. عدد نادر من الأشخاص اللي بيقدر يتخيل الأهداف، اللي بيقدر يتخيل بعد 5 سنين. في ظروف بتحكمك صحيح بالتأكيد، ولكن لا توضع أهداف لبعد 5 سنين. قول أنا هدفي أنه أنا بكرة، فقط بكرة، يعني يوم غد بدي ما ألبس كنزة بيضة، بدي ألبس كنزة سودة، فرق بس، مو أكتر من هيك. أمور جدا بسيطة ولكن التكرارية. خليك عم تكرر هذا الموضوع، خليك عند قرار قادر أنك تكرره، تمام؟ يعني أنا مثلا بقناة اليوتيوب دائما بقول أنه أنا بدي أعمل قناة ثانية أحكي فيها عن مواضيع معينة فرضا، ولكن أنا بعرف بداخل نفسي أنه أنا هذه المواضيع قادر استمر مثلا لمدة شهر شهرين 50 موضوع فرضا، ولكن بعدين ما بعرف شو بيصير. لذلك ما بقدر اتخذ هذه الخطوة انه انا اعمل شيء غير قادر على تكراره. اعمل دائما شيء قادر على تكراره، تمام؟ من دون احباط. بعرف انه الظروف دائما صعبة، ظروف اي ناس صعبة. يعني ما بدي احكي عن ظرفي الخاص انا، ولكن ظروف الناس كلها صعبة، كل واحد عنده ظروف صعبة بالشكل الذي يراه هو صعب. يعني في ناس بجوز تستغربوا انتوا انه هذا مليونير هذا يعني حاليا ترامب مثلا عم يخضع له مناظرة يلقى فيها العقوبات، يعني مشكلة. فكل واحد عنده مشاكله، كل واحد عنده. فانت حاول تخفف من اهدافك، تخفف من مشاكلك، تخفف من تطلعاتك المستقبلية، من نظراتك، وتبدأ بشيء بسيط، تغيير بسيط عن اللي عم تعمله أنت كل يوم، وليس أكثر من ذلك. صرنا حوالي 15 دقيقة ربع ساعة، ما توقعت أحكي كل هذا، لذلك بتمنى منكم التفاؤل أكثر. وهذا كل شيء لليوم. باي باي.